ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة الدكتور جهاد عبد الله الفاضل رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأشارت سعادة رئيسة اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تضمين المادة ما يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، وهو ما تجده اللجنة ضمن المادة الأصلية النافذة، إلى جانب كونه خارجا عن نطاق القواعد التشريعية ودخوله في الجانب التنفيذي الذي تحدده اللوائح التنفيذية التي تحددها الجهات المعنية بناء على القانون الأصلي. ولفتت سعادتها إلى أن اللجنة استمعت لمرئيات الوزارة تجاه ما تضمنه مشروع القانون والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب رد الوزارة على التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، بما أطلعت اللجنة بل اطلعت على رأي المستشار القانوني قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات القادمة. القانون المقترح من مجلس النواب بخصوص تشغيل ذوي الإعاقة والمادة المقدمة من مجلس النواب كانت تتضمن إلزام الوزارات بتقديم خدمات خاصة إلى ذوي الإعاقة. اللجنة اجتمعت في صباح اليوم وناقشت الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى في الجلسة السابقة، وتم تدارسها ومناقشتها، وبإذن الله إن شاء الله راح تأخذ اللجنة قرارها في الأسبوع القادم.